وصفتنا اليوم لذيذة جدا وسهلة وخفيفة، دائما تقدم كمقبلات وتنفع تقديم الفطور الرمضاني. قوالب البوف باستري بحشوة السبانخ والجبن، مقلاية أو قدرة على النار، حطيت زيت زيتون وأضيف له البصل مفروم ناعم جدا، أبغى يكون زي كذا الفرم. بعد ما ذبل البصل ما احتاج انه يتحمر، راح اضيف السبانخ. ممكن تستخدمون سبانخ طازجة مفرومة او مجمدة. على قد الكمية اللي عندي بضيف مكعب مرق دجاج والتوابل، بكتبها لكم كاملة نهاية الوصفة. تقريبا سماق، بابريكا، بهارات السلطة، راح احطيكم البديل، ودبس رمان. وانتهيت من الحشوة، خليتها تتسبك شوي وتكون شوي رطبة، ما أبغاها تكون ناشفة. شايفين شلون؟ الحين عندي هنا جبن مالح وجبن موزاريلا، راح أحاول أدمج الحشوة مع بعض. هذا قوام الحشوة اللي أبي أوصل له، قطع جبن المالح تكون شوي متماسكة و مندمجة بنفس الوقت مع السبانخ. طريقة التشكيل سهلة، ناخذ شريحة واحدة من البوف باستري، اقطعها من النص، وبنفس الشكل من هنا اقطعها من النص، تكون عندي أربع مربعات متساوية. شايفين؟ بهذه الطريقة. صينية الفرن اللي بستخدمها قوالب الكب كيك الميني الصغيرة، هذه مربعات البوف باستري بهذا الشكل، بس اضغطها شوي على تحت بحيث انها تكون بهذا الشكل. ناخذ شوي من الحشوة ونوزعها على القوالب. طيب لا تكثرون، يعني صراحة الاولى انا كثرت شوي، هذه الكمية تكفي. طيب ونكمل.